عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو بتحب دلال عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع دلال عبد العزيز. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. أحمد الإبياري وفاة شقيق سمير غانم بسبب تفكك ثلاثي أضواء المسرح. قال المؤلف المسرحي أحمد الإبياري إن فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي ضمت الراحلين سمير غانم وجور سيدهم والضيف أحمد لم تتفكك بعد وفاة الأخيرة. وأضاف خلال اللقاء ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه العالمية لميس الحديدي على شاشة أو أن إن الفرقة تفككت بوفاة سيد شقيق سمير غانم وليس بعد وفاة الضيف أحمد الذي رحل عام 1970 على عمر نهز 71 عاما. وتابع سمير غانم كان شريكا في الفرقة وليس ممثلا يتقاضى أجرا، وهذه الشراكة كانت في الأرباح وفي الخسائر. وبعد وفاة سيد شعر سمير غانم أنه لن يكون قادرا على إدارة الفرقة وتشغيلها، وأشار إلى أن سمير غانم قدم اعتذارا لجورج وأبلغه بمغادرة الفرقة دون أن يكون مدانا بأي أموال، وانتقل بعد ذلك للعمل في فرقة مسرحية خاصة. وأفاد الإبياري بأن سمير غانم تعاون مع منتج آخر وقدم معه روايتين ومثلهما مع منتج آخر، ثم عمل معه الإبياري في مسرحية الفنية الأخيرة. ورحل سمير غانم عن الحياة في 20 من مايو الماضي على عمر نهز 84 عاما متأثرا بفيروس كورونا. سمير غانم خسر دوره في حد السيف مع علاقة محمود مرسي. روى المؤرخ الفني محمد شوقي قصة استبدال الفنان سمير غانم بالفنان يونس شلبي في أحد أدوار فيلم حد السيف من إنتاج عام 1985، وخلال لقائهم مع الإعلاميتين مها الصغير ودنيا حويدق في برنامج إتس شو تايم، قال محمد شوقي إن الفنان محمود مرسي بطل الفيلم الذي كان معروفا بالاتزان والاعتدال في العمل وبالحسم والشدة لم يسلم من قدرة سمير غانم على الإضحاك، وفكر في أنه لن يتمكن من التمثيل أمامه من كثرة الضحك، فتم استبداله بيونس شلبي. ثمنها 20,000 دولار حكاية أغلى تذكرة لمسرحية سمير غانم. كشف الكاتب والمنتج أحمد الإبياري عن أحد أهم المواقف التي لا يمكن أن ينساها جمعته بالراحة للفنان سمير غانم، وهي قصة تتعلق بأغلى تذكرة دفعت في أحد المسرحيات تقدر بمبلغ 20,000 دولار من قبل مواطن خليجي. وقال الإبياري في برنامج كلمة أخيرة على شاشة أو أن في حلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير غانم أثناء أحد عروضنا في لبنان جاء لي مخرج وأخبرني لأننا كنا فاتحين شباك المسرح لنا، حيث أن الراحل لم يكن يعتمد على متعهد في البلدان التي يقيم فيها عروضه، كان يطلب مني أن أنزل بنفسي إلى لبنان وأفتح مسرح وأروح أعمل كده بدون اللجوء لفكرة المتعهد. وأضاف أخذنا المسرح في لبنان وفوجئت بمخرج زميل شاب اسمه محمود أبو جليلة جاي يقول لي إنه في واحد تحت عند الشباك بيقول لي عاوز اخذ حلقة العرض المسرحي كلها لوحدي، قال لي زميلنا عاوز اتفرج على سمير غانم لوحدي وسألني ايه رأيك، قلت له لا طبعا روح ابلغه بذلك، ليرجع ويبلغني ان الراجل عرض 25,000 دولار ثمن الحفلة باكملها شريطة ان يشاهد سمير غانم بمفرده. وتابع قال لي المخرج طيب اعرض على سمير غانم، ولما عرضت عليه الفكرة وقع من الضحك وقال يعني ايه العرض لوحده، طيب ما اروح للبيت احسن. واستطرد قائلا رغم ذلك فوجئنا بالادارة